ايش عندك علاقات مع الوسط الفني؟ مين اسماء؟ انا الحمد لله علاقتي زوينه الحمد لله، وكتربطني واحد الصداقه تقريبا مع اغلب الفنانين. أوكي. وحتى اللي ما كنعرفهمش كتكون واحد العلاقه زوينه فاش كنتلاقى بهم. انا معروف عليا فنان في المغرب اللي دائما شاد الحيط، ماشي جنب الحيط، ما كنبغيش المشاكل، دائما كنبارك لاصدقائي وزملائي الفنانين، ودائما كنتمنى لهم الخير، لان اذا تمنيت الاخرين الخير ربي غيجيب لك الخير. صحيح. عندي مجموعه من الصداقات اللي كنعتز بهم، واولهم سعد المجرد. والله ونعم صديقي فيه. اللي كبرت انا وياه. ما شاء الله. كيف تشوف قصه نجاح سعد المجرد؟ شوفي، قصة نجاح سعد ما جاتش غير هكا. سعد تعذب كثير في حياته. صحيح. ويستاهل هذا النجاح اللي فيه. وهو فنان طيب، ابن 100%. طيب، يعني حتى العيلة اللي جاي منها عائلة طيبة. لالا نزهة وسيدي الباشي اللي كنوجه لهم تحية بهذه المناسبة. فهو يستاهل حب الجمهور، وانت كتعرفي شنو داز عليه. ما يهمش، هو قوي. باقي قوي وباقي تبارك الله متمسك. صحيح. فتحية ليه، والله يزيدوا نجاح نجاح إن شاء الله. الله يرزقك إن شاء الله يا بدر.